أنا يزيد مصطفى حلا، عمري 8 سنوات، أسكن في حي جنوبي، ملعب في حماه. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى إنا لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى.